شكرا سعادة الرئيس. بداية كنت أتمنى أن يسمح للمواطنين الحضور على الشرفات الرافضين لاتفاقية الغاز. الإعلام موجود سيدي خالد. ثانيا نحيي جلالة بعزم السفر لرومانيا انتصارا للقدس، ونقف خلفه وندعمه بكافة مواقفه الرجولية. ثالثا نرفض ونستنكر قرار ترامب الأرعب بما يتعلق بالجولان السوري. هذه أرض عربية محتلة وستبقى عربية عربية إن شاء الله. قطاع الطاقة ينبع فسادا ليس أقل من الملكية التي ناقشناها وصوتنا عليها بالصباح الباكر. وأكبر مثال شركات الطاقة في معان 500 مليون. لو سمحت يا أخوان، 500 مليون في معان لقعوار، وشركاته التسعة ولم تنعكس على معان بأي إيجابية، لا بعمالة ولا بخدمة مجتمع محلي. أما الباخرة بالعقبة المستأجرة بملايين الدنانير فحدث ولا حرج. كذبة كبيرة لم يستفيد منها أبناء معان هذه الطاقة، بل استولوا على أراضي معان بأبخس الأثمان وبدون أي مردود مادي ولا معنوي لأبناء محافظة معان، ولم تقم بتشغيل أي من أبناء معان إلا بعدد محدود جدا وحرف بين قوسين. أما اتفاقية الغاز أطالب أولا أرفضها جملة وتفصيلا، وأطالب بإلغائها وتحويل كل من وقع على هذه الاتفاقية للنائب العام الذين ارتكبوا جريمة كبيرة بحق الوطن وخاصة الشرط الجزائي كالكازينو. كل ما يسووا حكومات المتعاقبة، كل ما تسوي اتفاقية بتحط شرط جزائي مليار، ما بعرف المليار مرض ولا شو هو، ولا كوميشن ولا عمولة، إلا تحط شرط جزائي على نفسها. وخاصة من وقع على الشرط الجزائي سواء مليار ولا مليار ونصف حسب تصريح معالي وزيرة الطاقة. المادة 33 فقرة 2 من الدستور واضحة تماما، ولمجلس النواب محاسبة الحكومة. لكن يا أخوان يجب أن نعترف بأن المواسير أصبحت في البحر الميت، وأصبح الضخ الغاز على الأبواب. علينا أن نعطي الحكومة مدة محددة، أيام معدودة لإلغائها، وإن لم تفعل علينا حجب الثقة عنها. ليس أمامنا بديل غير هذا البديل. أما التوصيات غير ملزمة إلى الحكومة بإلغاء هذه الاتفاقية، اتفاقية العار. يوم أمس قصفت إسرائيل غزة، غزة الرجولة، غزة الشهادة، غزة الأمة العربية التي بيضت وجه الأمة العربية وأبنائها. هؤلاء بس تختم لو سمحت، تختم زي غيري. هؤلاء الفلسطينيين الذين يستحقون النصرة ويستحقون الوقوف معهم، لا عملاء دحلال في هذا الوطن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أخي احنا بلاش ان نسب على الناس، خلوا لما الحديث لما بتوجه تهمة لإنسان لازم يكون معك بيانات ضده مين ما كان يكون. خميس عطية، الحديث لخميس عطية. شكرا سعادة الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. بداية سياسة الطاقة فعلا بحاجة إلى مراجعة حقيقية باتجاه وضع استراتيجية جديدة للطاقة عنوانها فتح السوق للمنافسة بعيدا عن الاحتكار والتمييز، وأيضا العمل على وضع هذا هو المطلوب. عندما نتحدث بموضوع بحجم وطن نأتي بانفعال مفتعل حتى نقضي على جلسة. هذا هو المطلوب. يا محمود ممكن إذا سمحتوا هدوء وتتركوا إدارة الجلسة، إذا أنتم مقتنعين إنه في رئاسة بتدير الجلسة. أنا ما أنا بحاجة إلى أعوان منكم، والله بدير 7 جلسات، ما أنا بحاجة لأي منكم أن يعينني على إدارة الجلسة. لكن إذا ما احترمنا إحنا النظام الداخلي، وإذا ما وصلنا رسالة لهذا الإعلام اللي أمامنا،
بأن الموضوع الذي يناقش أكبر وبحجم وطن، لازم أن نحترمه إجلالاً واحتراماً. أنتوا لما كنتوا تتحدثوا واقفين إجلالاً للحدث اللي بتتحدثوا فيه، احترموا باقي الجلسة بس، وشكراً لكم.